السلام عليكم. بغيت نقول لك بأن عندك الحق، عندك الحق تعيش واحد الحياة كريمة، عندك الحق أنك تكون مزيان، عندك الحق تولي ملياردير، عندك الحق تكون عندك واحد الخدمة مزيانة، عندك الحق أنك تكون واحد المقاول ناجح، عندك الحق أنك تحلم تولي أغنى إنسان في إفريقيا ولا في العالم، تولي رئيس الجمهورية، لا هادي غنمشي ندخل عليها الحبس، تولي رئيس الحكومة المغرب، تولي وزير. عندك الحق في الحياة، عندك الحق أنك تكون محبوب، عندك الحق وعندك الحق أنك تكون إنسان محترم، عندك الحق في الاحترام، عندك الحق في التقدير، عندك الحق أنك تكون إنسان عنده الكرامة ديالو. عمرك ما تنازل على الحقوق ديالك. أهم حق هو الحق في الحياة والحياة الكريمة. فإذا كانوا ناس ما كيعطيوكش حقك لا في الحب ولا في العطف ولا في الحنان ولا في التقدير ولا في الاحترام، أو لا ناس اللي كتخدم معاهم اللي ما كيعطيوكش الحقوق ديالك في الخدمة ديالك، أو لا حتى الخدامة ديالك ما كيعطيوكش الحقوق ديالك على أنك أنت اللي كتعطيهم داك العمل وكتطلب منهم، أنت كتطلب منهم المقابل على داك الصالير اللي كتعطيهم، فعندك الحق تطالبهم انهم يكونوا معقولين. وإلا كنت انت عامل عند شي واحد وما كيعطيكش الحقوق ديالك، عرف بان عندك الحق انك تطالب بكل مستحقات ديالك. وإلا هاد الناس ما كيستاهلوكش تمشي لبلاصه اخرى، وإلا دوك الاصدقاء ما كيقدروكش تلقى اصدقاء وحدين اخرين، ولا حتى هذيك المكان هذيك المدينه سير منها وسير لبلاصه وحده اخرى. الناس كيهاجروا حتى المغرب، كيهاجروا الدول ديالهم لان كيعرفوا بان عندهم الحق في حياه مزيانه. ما تنساش بان انت عندك الحق، وحاول انك ما عمرك ما تنازل على الحقوق ديالك. فاش كتولي كتعرف الحقوق ديالك، واهم حق هو انك تعيش حياه كريمه، كتعرف بان الا كان شي انسان ما كيحقق لكش هذاك الحق ولو يكون اقرب الاقربين لك، فاهم حاجه كديرها هو تبعد على ذاك الانسان، كتبعد على ذاك الاجواء، وكتبعد على ذاك المكان اللي كتلقى بان ما كتعطاش لك فيه الحقوق ديالك. والنهار اللي غادي تعرف بان نتايا كما عندك واحد الواجبات، عندك حقوق، وكتولي ما كتنازلش على الحقوق ديالك، كتولي حتى الواجبات ديالك كديرهم، لانك تشوف بان الناس الاخرين حتى هما عندهم واحد الحقوق اللي انت خصك تعطيها لهم. فالاخوان دائما ما تنازلوش على الحقوق ديالكم، وما تضيعوش الحقوق ديال وحدين اخرين، وغادي تعيشوا واحد الحيشه سعيده. السلام عليكم.